التصوير الضوئي أو التصوير الفوتوغرافي هواية انتشرت بشكل ملحوظ وأصبحت الآن حرفة ومهنة هامة. وقد انتشرت هواية التصوير بشكل ملحوظ وزاد عدد هواتها في ظل تطور آلات التصوير، وأيضا وسط اهتمام الناس بتصوير أنفسهم وأيضا تسجيل اللحظات المهمة في حياتهم. تتعدد أنواع التصوير، ما بينها يعني تصوير الطبيعة، تصوير الليلي، تصوير الحياة البرية، التصوير الصحفي، وأيضا التصوير بالأبيض والأسود، والتصوير القريب، وأيضا تصوير الأشخاص، وغيرها أكيد من أنواع التصوير الكثيرة. حتى نتحدث عن هواية ومهنة التصوير الفوتوغرافي، سرنا جدا أن نرحب باسمكم بالمصور المتميز الفوتوغرافي أكيد علي الساير، وهو أيضا فاشن دايركتر مصمم مجلات أزياء في هذا الصباح وصباح الدوحة. نقول لك صباح الخير عليك. صباح علي، صباح الخير لك والسادة المشاهدين، وزادني الشرف يعني احنا اكثر يعني. والحمد لله على السلامه. اعرف ان يعني ما شاء الله مهمات النشاط والعمل لا تتوقف، يعني انت مؤخرا كنت في نيويورك وراح نتحدث عن هذا الموضوع سبب وجودك ايضا في نيويورك ان شاء الله. لكن بدايه مثل ما ذكرنا يعني علي في المقدمه، التصوير الفوتوغرافي او التصوير الضوئي حرفه واصبحت الان يعني مهنه وحرفه يعني يحترفها الكثيرين، لكن هي هوايه يبتديها. اكيد هي. انت شخصيا بديتها كهوايه واحترفتها وامتهنتها، خلينا يعني نتحدث بشكل عام عن هذه الحرفة وهذه الهواية التصوير الفوتوغرافي. هي ابتدت معي طبعا من أكثر من 17 سنة. ابتديتها كبرت نفسي. لا ما شاء الله صغير انت، ما يبين عليك. ابتديتها طبعا كهواية. وسبب يمكن تعليمي للتكنيك في واصبحت عندي بسرعه الحرفه، لاني ابتديت على كاميرات اكبر من سني، اكبر من الكاميرات العاديه. لما جيت صورت في الميديوم فورمات كاميرا، وهي تعتبر يعني هذه المرحله الاخيره اللي اي مصور محترف يوصل لها. صحيح. فانا كانت بدايتي فيها. متى احترفت فعليا؟ بعد كم المده من بدايتك؟ يعني من بعد بدايتي، اول ما اكتشفت نفسي ان انا هاوي في التصوير، أول معرض عملته بعدها بسنتين. ما شاء الله فترة قصيرة. إيه يعني كان أول معرض عملته في بعدها بسنتين. طبعا كانت بداياتي أكيد من دولة قطر، ديرتي وبلدي. كان أول معرض عملته تحت رعاية السلك الدبلوماسي. جميل. وانطلاقتي كانت من المعرض هذا. ابتديت بعدها هاي الانطلاقة الأساسية فعليا على طول اختلفت للاحتراف، صارت فتحت لك أبواب ومجالات احتراف على طول. اشتغلت للإعلانات ودخلت في مجال الإعلانات ومجال البزنس، يعني صار مجال بزنس أكثر مما هو هواية. بالإضافة إلى عملك كمصور فوتوغرافي، أنت أيضا فاشن دايركتر. نعم. لكثير من الماجازينز أكيد. نعم. والمجلات. خلينا نتكلم عن هذا الجانب أيضا، الجانب الآخر في هذا المجال. أهم المجلات أيضا اللي صممت لها؟ تعاملت مع مجلات كثيرة طبعا. كفوتوغرافر تعاملت مع مجلات كثيرة. يعني منها سيدتي، زهرة الخليج، وتعاملت مع مجلة الرجل، وتعاملت مع مجلات محلية. هذا بالنسبة للتصوير كمصور فوتوغرافي. نعم. بس بالنسبة للفاشن دايركتر أكيد تعاملت مع مجلة، وحاليا يعني ما زلت أنا أم فاشن دايركتر لمجلة حراير. نعم. وهي المجلة الوحيدة أفتكر لي بس هي متخصصها موضوع المجوهرات للأزياء والمجوهرات. جميل جدا. انطلقت تقريبا الحين راح يصير لها سنة الحين في هذا الشهر. الأنيفرسري عيدها الأول، في تحضير خاص للأنيفرسري عاملين. ايه عاملين ليميتد اديشنز للمجله، يعني اكيد راح يكون حتى الغلاف المجله شيء مفاجاه، يعني راح يكون. ما نقدر ناخذ شوي خطوط من المفاجاه هذه؟ عاده حراير دائما متميزه، اذا تبي تقول، اذا ما تبي تقول كيفك بعد. يعني صباح الدوحه ملامح يعني. يعني مثلا راح يكون شعار حراير سواروفسكي. جميل. اي يعني راح يكون ليميتد اديشن، كله ليميتد اديشن. اي اكيد، لان اول عيد لها. وهي المجله اللي توصل دائما، المراه دائما تحب انها تشوف حراير لان سلسه مع الموضه والجديد. أكيد الليتست يعني. أكيد في هذا المجال. أكيد. الازياء والجولاريز. يعني ذكرنا في المقدمه في انواع كثيره بالنسبه للتصوير علي، يعني منها تصوير الطبيعه، تصوير الحياه البريه، وايضا تصوير الاشخاص البورتريز. انت شخصيا وين تميل اكثر؟ والله اختي نوره، انا جربت كل شيء.
في البداية أكيد جربت يعني أشياء كثيرة. صورت متحف حق صورت المتحف للشيخ جاسم الشيخ فيصل عفوا الشيخ فيصل بن جاسم في الشيحانية. صورت للمتحف كامل طبعا صورت المتحف أخذ بروجكت فترة طويلة. وصورت الخيل في مربط الشقب. صور في خلال لأن شغلي كمحترف مش هاوي يعني أنا لو تسأليني إن أنا شو اللي أحب يعني هذه الصورة من الخيل لمربط الشقب. نعم. أنا بالنسبة لي كهاوي أحب مثلا البورتريت الأشخاص. أنت تشوفها تميل لها أنا أكثر. أميل لها أكثر من هذه منها بلاك أند وايت طبعا. نعم. وفيها عملتها يكون بلاك أند وايت ويكون فيها جزء في كالرز ملون كالر الروج ممكن اللبس. هذه واحدة جميلة يعني تظل نص هذه وجه. أنا بالنسبة لي ماي فيفورت يعني هاي من الصور اللي أنا أحبها لأن فيها معنى فيها عمق جدا. ايه. كبير يعني عموما حتى نوال الكويتية يعني المطربة نوال. نعم. أوجه لها تحية صديقة عزيزة تحب هذه الصورة. شخصيا أنت علي تشوف أي هذه النوعيات من التصوير تظهر مهارة المصور أكثر البورتريز هي أكثر البورتريت أكثر ليش؟ لأن أنت قاعدة تتعاملين أخت نورة مع شخص. يعني لما تجين تتعاملين مع الطبيعة الطبيعة حلوة. لما تجين بس ثابتة. لما تجين تصورين مثلا اللاندسكيب اللي هو مثلا عمارة أو 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 تاورز أو شيء هو الشيء الفندق هذا هو ثابت حلو. لكن لما تجين تصورين أشخاص صعب شوية وخاصة الناس مرات تكش من الكاميرا. صح. فصعب ان شلون تعلمينها انها تنظر للكاميرا او تعطي مو كل شخص عنده هذه الجراه انه يحاكي الكاميرا ويكون مسيطر او عنده هذه القابليه انه يتعامل مع المصور ومع الكاميرا. في بالفعل احيانا اشخاص عندهم هذا الخجل او هذا الحياه فمو من السهل كثير هذه تكون مسؤوليه وصعوبة. وانا دائما الناس اغلبها تجيني تقول لي علي احنا ما نطلع في الصور حلوين. وانا دائما عندي قاعده ان رب العالمين عطى كل شيء كل بني ادم شيء حلو فيه. صحيح صحيح. يعني دائما في زاويه بالنسبه للشخص دائما يطلع فيها حلو لازم المصور هو اللي يكتشف المصور هذا الشاطر هو اللي يكتشف هاي الشغله.